خلينا نروح مع حضراتكم لإنجاز وتألق عالمي حققه أبطال قادرون باختلاف في بطولة التشيك الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بعد الفوز بأربع ميداليات في البطولة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. على الهاتف معنا الكابتن محمود لاشين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. صباح الخير عليك يا فندم، ويمكن يعني بعد التحية ببقى سعيد جدا بأخبار البارالمبيين، وخصوصا في مشاركات دولية بيشرفوا مصر. يعني هم قدروا يتجاوزوا المحنة الداخلية، وقدروا يتجاوزوا ويتغلبوا على كل المعوقات الخاصة بيهم، وفازوا ببطولات محلية ثم فازوا ببطولات دولية. عرفنا اللي حصل. صباح الخير يا استاذ مصطفى، وصباح الخير يا استاذ جمال، وصباح الخير للساده المشاهدين جميعا. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. والله هو يعني الابطال بتوعنا بتوع البارالمبي دولت يعني المفروض يعني يتحطوا في براويز كده، لازم الناس كلها تقدر المجهود اللي هم بيعملوه وتشكرهم في كل لحظه. واحنا طبعا كاتحاد المصري احنا واقفين معاهم في اي حاجه هم يطلبوها، طبعا دوت بدعم من الوزاره ومن كل المسؤولين، لان هم بصراحه بيبذلوا مجهود غير طبيعي. يعني انت حضرتك لو تشوف الناس ديت وهي بتتمرن يعني مش ممكن، مفيش حد عنده المقدره ولا المصابره يقدر يعمل اللي هم بيعملوه، فبصراحه هم يعني يستحقوا اعلى الاوسمه والنياشين يعني. ما شاء الله، طبعا هم يعني رفعوا راسنا كمان الحقيقه يا كابتن محمود. طب يعني برضو من حقهم علينا ان احنا نعرف الساده المشاهدين بيهم، يعني قول لنا عدد اللاعبين المشاركين في البطوله، منتخب مصر كام لاعب ولاعبه، اعمارهم. احنا سافرنا البطوله ديت يعني ببعثه مش كبيره قوي، لان احنا الفتره الجايه عندنا الاولمبياد في شهر 8، فبنعد الناس اللي هي رايحه هتلعب في الاولمبياد. فاحنا سافرنا البطوله ديت بثمان لاعبين الحمد لله، يعني من الثمانيه دول قدر ثلاثه يجيبوا لنا اربع ميداليات. كان كابتن سماح عبد العزيز دي جابت ميداليتين، جابت ميداليه في الزوجي المختلط، وكانت بتلعب مع بطل المانيا في الزوجي، ودي طبعا خبره وحاجه مش سهله ان حد يعني مصري يلعب مع بطل المانيا، يلعبوا مع بعض زوجي واحد، لان المانيا برضك من الدول القويه وعندها ناس زوجيات بتاعتها وعندها الحاجات دي. فلما هم يطلبوا ان احنا يبقى عندنا واحد من عندنا يلعب مع بطل بتاعهم، فدي برضك حاجه كويسه، والحمد لله ان هم قدروا يلعبوا وياخدوا ميداليه مركز ثاني في الزوج المختلط. وحتى الفاينل بتاعهم خسروه يعني 3-2، كان ماتش صعب يعني. وبرضك البطله سماح دي جابت في الفردي بتاعها جابت ثالث، وكان عندنا بطله هاجر دسوقي جابت ثالث برضك، وكان في كابتن اسلام رسلان ده اخد ثالث في يعني حضرتك بالنسبه للبارالمبي بتبقى كلاسات حسب درجه التعب بتاعه يعني. بس الحمد لله ان البطوله دي كانت قويه جدا جدا جدا. البطوله دي كان مشارك فيها 34 دوله اغلبهم من اوروبا، وكان ما انا عايز اعرف بقى مين المنافسين، يعني لما نكون احنا جبنا ميداليات كده على مستوى العالم، كم دوله أبرز المنافسين، أشرس المنافسين اللي قابلتوهم، يعني المقابلات الصعبة اللي كانت موجودة، احكي لي الموقف الدولي ده. يعني حضرتك لما أقول لك 34 دولة من ضمنهم أربع دول من جنوب شرق آسيا، اليابان، كوريا، هونج كونج، تايلاند، طبعا دولت يعني في حتة تانية بلغة الرياضة كده دولت غيلان في الرياضة. أيوة. دول وحوش طبعا. وطبعا الصين ما حضرتش لظروفها، يعني هم بيستعدوا برضك للاولمبياد والكلام ده. اوروبا اوروبا كان في كام دوله؟ اوروبا عندنا المانيا، فرنسا، المجر، صربيا، سلوفاكيا، اسبانيا، التشيك، السويد، يعني تقريبا كل دول اوروبا كانت موجوده، ايطاليا، وكان في دول من امريكا الجنوبيه زي البرازيل، زي الارجنتين، لا وانجلترا كانت موجوده برضك. لا كان في تنوع من الدول كتير جدا، لان خلي بال حضرتك برضك البطوله دي تقريبا هي البطوله اللي قبل الاخيره، لان في بطوله في تايلاند الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده بالظبط مش فاكر الميعاد يعني، وهتبقى دي اخر بطوله قبل الاولمبياد. فاغلبيه الدول بتجهز الناس بتاعتها ان هي تحتك وتروح تشوف اللعيبه اللي هتلاعبها وتشتغل على اخطائها، يعني الدول بتعمل برنامج كده ان انا لازم قبل الاولمبياد اشارك في بطولات كتير علشان اوصل لاعلى فورمه مباريات للعيبه بتاعتنا. فاحنا الحمد لله برضك احنا بنقدر نسفر الناس بتاعتنا، بنشوف المستويات وبنشوف
اللي ممكن ده يكسب لو خسر من لعيب نبدا اعمل له معسكرات واشتغل على الاخطاء بتاعته وابدا احسن من الحاجات اللي هو بيغلط فيها. فلا فالحمد لله احنا عندنا برضك يعني ايه ابطال ابطال غير اللي كسبوا دولت، عندنا ابطال تانيين ممكن برضك ان شاء الله احنا بنجهزهم برضك للاولمبيات ان هم ان شاء الله يجيبوا لنا برضك ميداليات يعني. طب كابتن محمود حضرتك كنت بتتكلم على صعوبه التمارين وصعوبه الاستعداد عامه، مدى يعني كان الاستعداد كان محتاج مجهود كبير جدا. لو حضرتك تقول لنا وتعرف الساده المشاهدين ازاي كان ابطالنا استعدوا للبطوله دي، التمرينات كانت عامله ازاي؟ بس احنا عاملين لهم معسكر يعني بقى لنا حوالي شهرين او 3 شهور في معسكر دائم في المركز الاولمبي في المعادي. بيتمرنوا كل يوم صبح وليل، وفي ناس بتتمرن فترتين وثلاثه ويعني حسب الـ الـ يعني احنا هم معايشين 24 ساعه قاعدين في المركز الاولمبي حسب الوقت بتاع المدربين بيظبط الدنيا. في ناس بتتمرن مرتين وفي ناس بتتمرن 3 في اليوم. مفيش حاجه ممكن تمنحهم ان هم يستعدوا باي شكل. احنا الصاله موجوده، المدربين موجودين، التمرين موجود، ما فيش حد بيسمح ان الدنيا تبقى ما فيش استعداد على 100%، ما فيش 99%. فاحنا عاملين لهم معسكر وهم ان شاء الله رجعوا اول امبارح من التشيك، وان شاء الله برضك هيخشوا في معسكر تاني عشان هيسافروا تايلاند. وان شاء الله في معسكر هيبقى قبل الاولمبياد يعني بنحاول نعمله في المانيا. لو ما حصلش يعني واتعمل في المانيا هيبقى برضك المعسكر بتاعهم اللي في مصر مستمر لحد ما يسافروا الاولمبياد. وان شاء الله باذن الرحمن يعني يفرحونا كده ويجيبوا لنا ميداليات على قد ما نقدر يعني ان شاء الله. نجيب الذهب ان شاء الله. طيب كابتن محمود، بصفتك عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، في تاريخ مشاركات الاتحاد المصري لتنس الطاولة كم مرة وصلنا للنهائيات سواء في البارالمبي أو في البطولات العادية؟ لا احنا في كبطولات عالم ولا أولمبيات؟ لا كبطولات عالم أو أولمبيات. لا احنا على طول بنشارك في بطولات العالم، وعلى طول عندنا ابطالنا اللي بيشاركوا دايما باستمرار في البارالمبي، وكذلك في البارالمبي على طول بنكسب بناخد بنكسب على طول. بس احنا في الاولمبياد ما دايما يعني ايه بتقف على حاجه كده ان احنا نجيب ميداليه في تنس الطاوله. انما في بطولات العالم احنا عندنا ابطال جايبين ميداليات في بطولات العالم، جايبين مراكز ثالث او ثاني تقريبا في بطولات سابقه. يعني عندنا بطوله العالم السنه اللي فاتت كانت في اسبانيا، عندنا جايبين ميداليتين في بطولات العالم اللي فيها كل ابطال العالم. وان شاء الله في الاولمبياد ديت ربنا كريم يعني ان شاء الله يكرم ابطالنا ويجيبوا لنا بردك على الاقل ميداليتين او ثلاثه، ويبقوا حاجة إنجاز جميل ليهم يعني وللبلد ككل يعني. احنا واثقين فيهم والله يا كابتن محمود. بس خليني أعرف من حضرتك برضو، خلاص الأولمبيكس قربت، خليني أعرف من حضرتك استعداداتكم للأولمبياد. ما هو زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي سفرنا الأبطال بتوعنا التشيك وهيرجعوا يعملوا معسكر في المركز الأولمبي، وبعد كده هيسافروا تايلاند ويرجعوا يعملوا معسكر تاني. وان شاء الله لو عرفنا نظبط لهم معسكر في المانيا ان شاء الله هيطلعوا على المانيا ويطلعوا من المانيا على الاولمبياد. ما معسكر المانيا دوت ما عرفناش نطلعه يعني لاسباب خارجه عن ارادتنا او اي حاجه، الله اعلم، مش عارفين لسه، هو هيبقى الشهر الجاي عامه يعني. لو ما طلعناش المانيا هنبقى موجودين في المركز الاولمبي مكملين معسكرنا عادي، والناس بتتمرن. ما المعسكر تقريبا يعني ممكن تقول لحضرتك احنا بقى لنا 4 شهور في معسكر دائم لحد ما الاولمبياد تيجي ان شاء الله يعني. كل الشكر والتقدير لحضرتك، وكل الشكر والتقدير لكل ابطالنا الاولمبيين او البارالمبيين اللي شاركوا واللي قدروا ان هم يشرفوا مصر، واللي قدروا ان هم بفضلهم نسمع النشيد الوطني للبلاد بيعزف قدام كل دول العالم المشاركه. حاجة تشرف، الناس دي عملت مجهود فعلا يستحق الشكر والتقدير. شكرا لك كابتن محمود لاشين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. يعني ويمكن مش بس في تنس الطاولة يا مصطفى، يعني فعلا الرياضات الفردية، بالظبط الرياضات الفردية، وخاصة كمان البارالمبيكس بجد بيبقوا عاملين في طفرة عندهم،
لا طفره كبيره جدا ومجهود كبير جدا وبجد يعني مشرفينا في محافل دوليه كتيره جدا وكبيره جدا، وبيبقوا في دعم كمان من الدوله المصريه خاصه ليهم، لانه بالفعل بيخرج طاقتهم وبيفرق معاهم بشكل كبير جدا، خاصه انه ممكن دلوقتي الدوله المصريه بتتحرك نحو فكره الاستثمار في البشر بشكل عام. فحقيقي النتائج واضحه وظاهره جدا، وده شيء مشرف جدا بالنسبه لنا.